زيارتنا لكي نوصل رسالة إلى معلمينا في كل قطر بأن سوريا بخير، بأن سوريا ضد الإرهاب، بأن سوريا قلب الأمة العربية، وأن رسلنا ستكون رسل سلام بدل ما تكون رسل تكفيريين وإرهابيين. المعلم في سوريا جدير أن يطلق عليه اسم المعلم المقاوم، ومعلم مقاوم في هذه الظروف الشديدة، في هذه الظروف الصعبة. الحرب الكونية تعرض لها سوريا من أجل كسر شركة المقاومة وضرب القضية الفلسطينية وتصفيتها خدمة للمشروع الصهيوني ولسلب ونهب خيرات هذه الأمة. الوفد التقى في جولته سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، الذي أكد أن المعلم هو مربي الأجيال وصانع الإنسان، ومهمته هي نشر التربية الصالحة والمحبة بين الناس وفي الوطن. هو رسالة كبرى حقيقية لتعريف العرب عن واقع سوريا، الذي حاول الإعلام الغربي وبعض الإعلام العربي أن يشوهوا هذه الصورة، مع أننا نحن الذين علمنا كثيرا من هؤلاء العرب في مدارسنا ومن معلمين الذين ذهبوا إليهم فعلموهم. ولذلك أرى حقيقة في هؤلاء الإخوة الذين جاءوا الآن ليستمعوا من المعلمين العرب أن ما يقال عن سوريا هو ظلم شديد، فإن المعلم العربي لازال حتى اليوم هو حامل رسالة، والمعلم السوري حتى الآن هو لا يعلم عن سوريته، يعلم عن أمته. سيبقى الوفد العربي في سوريا لعدة أيام، يلتقي خلالها مع شخصيات سياسية وحكومية، ويصدر بيانا يؤكد فيه تضامنه مع سوريا وتقديم المساعدة لها بنشر رسالة التربية والعلم ومحاربة الإرهاب.